حول هنا كالكلس. طيب بالنسبه للريت اوف تشينج، احنا دلوقتي عندنا لو انا مثلا حاجه يعني رود اوف ايرن مثلا، رود اوف ايرن ده كان طوله مثلا 10 سنتيمتر، جيت انا سخنت الرود اوف ايرن ده لقيت طوله زاد بقى ايه؟ بقى مثلا 12 سنتيمتر. بقى طوله 12 سنتيمتر. في الحاله دي لو سمينا الطول الاصلي ده اكس، اكس ايكوال 10. طب الطول الجديد ده يسموه ايه؟ يسموه اكس بلس اتش. ليه؟ لان هو زاد حته، ايه الحته اللي زادها؟ زاد 2 سنتيمتر. ده كان طوله 10 سنتيمتر، بقى طوله كده دلوقتي 12، يبقى زاد 2 سنتيمتر. يقولوا حصل ايه؟ حصل فاريشن، فاريشن ان حصل اختلاف، ان هو بدل ما كان طول الرود اوف ايرون ده طوله 10 بقى طوله 12، بقى طوله 12. تمام؟ ففي الحاله دي يقولوا ايه؟ يقول ان الاتش دي اللي هي الزياده اللي حصلت، الاتش اللي هي الانكريز اللي حصل ده كان كام؟ كان 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر يعني زاد زياده 2 سنتيمتر. كذلك العكس، لو انا عندي مثلا الرود كان طوله 12 ان اكس، وبعدين جه مثلا هو كان مثلا متسخن وكده، جه برد برد، فيحصل له ايه؟ شرينك كده، هينكمش، هيبقى طوله 10 سنتيمتر. فده دي برضه بيقولوا عليها اكس بلس اتش، برضه اكس بلس اتش. طب في الحاله دي هو طوله قل، فيقوموا يقولوا ان الاتش بقى كام؟ بقى نيجاتيف 2. يعني بمعنى صح، لو حصل له اكسبانشن يبقى طوله، يبقى الاتش بتاعته بقت بوزيتيف 2. طب لو حصل له شرينكينج او انكمش يبقى بقى كام؟ الاتش بكام؟ بنيجاتيف 2. الاتش بنيجاتيف 2. فدي حته مهمه اسمها فاريشن، حصل اختلاف في الطول او في الاريا او في كده. هو بيجي مجدد سؤال كده جاي. If f of x equal مثلا x power 2 plus 2x plus 3. You may ايه؟ find اول حاجه variation function. وممكن ما يطلبش مني variation function، يطلب مني ايه؟ يقول لي find the average rate of change when x varies from، هنقول مثلا على المسألة اللي هي بتاعت الرود دي، from x to أو for ايه؟ from 10 to 12. Then find the rate of change at x equal 10. طيب من اخر المسائل اللي زي دي احنا بنمشيها ستيبس. ستيبس ازاي؟ يعني لما اجي احل، هو طبعا ممكن يطلب مني حاجه اسمها فاريشن، ممكن يطلب مني افريج ريت اوف تشينج، ممكن يطلب مني ريت اوف تشينج، هم كلهم مترتبين على بعض، اخرهم اللي هو ريت اوف تشينج. فاحنا جميع المسائل دي هنمشيها بنفس الترتيب اللي انا عامله دلوقتي. انا عندي الاول هو مديني اف اوف اكس، اف اوف اكس ده اللي هو الطول الاصلي. زي ما احنا قلنا الرود اوف ايرن الطول الاصلي بتاعه كان كده. طيب هنجيب حاجه اسمها اف اوف اكس بلس اتش. ايه اف اوف اكس بلس اتش دي بقى؟ انا لما اقول اف اوف 3 مثلا بنشيل الاكس ونحط 3، اف اوف 4 بنشيل الاكس ونحط 4. طب ايه اف اوف اكس بلس اتش؟ هنشيل كل اكس ونكتب بدالها اكس بلس اتش. يبقى تاني، يبقى انا عندي اف اوف اكس اللي هو الطول الاصلي الموجود، الفانكشن الاصليه الموجوده. هنجيب حاجه اسمها اف اوف اكس بلس اتش، هنشيل كل اكس ونبدل بدالها اكس بلس اتش. اكيد دي هبتدي افكها يعني، مش هسيبها بالمنظر ده. طب دي لما باجي اعمل لها اكسبانشن، بعمل لها اكسبانشن ازاي؟ بعمل الاولاني بار 2 وبعمل الثاني بار 2، يعني بعمل اكس بار 2 وبعمل اتش بار 2،
وبعدين بعمل first time second times 2 هيديني 2 اتش اكس او اتش اتش، يعني بعمل اكس تايمز اتش تايمز 2 ده كده الفكه بتاعت ده. طب هنا ال 2 هتخش تايمز ده وتايمز ده فهتديني 2 اكس اتش، هتديني 2 اكس سوري بلس 2 اتش بلس 3 يبقى تاني. انا جبت اف اوف اكس، تاني ستيب هجيب اف اوف اكس بلس اتش، انا هكتب جنبهم 1 و2 كده عشان بس ايه ما نلخبطش. يبقى الستيب الاولى هجيب اف اوف اكس هيكون هو مداني اوريدي، هجيب انا اف اوف اكس بلس اتش، هشيل كل اكس واقعد انا باكس بلس اتش وابتدي اعمل اكسبانشن. طيب تالت ستيب هجيب حاجه اسمها فاريشن فانكشن. فاريشن فانكشن دي بنظرها بايه؟ بي في اوف اتش. طبيعي انا عايز اجيب التغيير اللي حصل، هعمل الطول الجديد ماينس الطول القديم او الاريا الجديده ماينس الاريا القديمه وهكذا. فانا عايز اعمل الاجابه بتاعت اف اوف اكس، يعني انا صح الرول بتاعت دي بتقول ايه؟ الرول بتقول اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس، دي الرول بتاعتي. يعني ايه؟ يعني معناها اعمل لي الاجابه دي بتاعت اف اوف اكس بلس اتش ماينس الاجابه دي. طب انا لو جيت اعمل الانسر دي ماينس الانسر دي ايه اللي هيحصل؟ هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان الاكس بار 2 هتتكنسل مع اكس بار 2، يعني ده كده هيتكنسل مع ده، وده ملوش حد يتكنسل معاه فهيفضل، يعني هتبقى في اتش كده ايكوال ايه؟ ايكوال 2 اكس اتش. طيب وده ال 2 اكس دي هتشال مع ال 2 اكس دي، 3 دي هتشال مع ال 3 دي. يعني من الاخر لما انا اعمل الاكسبريشن ده ماينس الاكسبريشن ده هيفضل التيرمز اللي هم فيهم اتش فعلا، هو 2 اكس اتش اتش بار 2 2 اتش. اتفضل دول ده كده الفاريشن فانكشن، ده كده الفاريشن فانكشن. طيب ساعات هو بيقول لي ايه؟ ساعات بيقول لي ايه؟ انا عندي دلوقتي الرود بتاعنا كان طوله 10 وبعدين بقى 12، يبقى كده الاتش بقى 2 يعني الزياده بقت 2. ساعات بيقول لي ايه؟ فايند في اوف 2. في اوف 2 يعني بعد ما اجيب دي ابتدي اعوض، اعوض ازاي؟ او 2 اعوض عن الاكس ب 10 وعوض عن ال h 2 بلس 2 بار 2 بلس 2 تايمز 2، واقوم حاسب كل ده على الكالكوليتر واطلعه وخلاص. هيطلع كام؟ 40 بلس 4 44 بلس، هيطلع 40. لو ساعات يجي يطلب مني كده يبقى تاني f اوف x اللي هي الفانكشن الاصليه، جبت انا f اوف x بلس h شلت كل x وحطيت بدالها x بلس h وبعدين عملت اكسبانشن. بعد كده بجيب حاجه اسمها فاريشن فانكشن، فاريشن فانكشن بعمل ده ماينس ده. لما اعمل ده ماينس ده هتفضل مين؟ هتفضل الترمات اللي ما فيهمش اللي ما فيهمش اكس، او بمعنى صح الترمات اللي فيها اتش، يعني ده في اتش ده في اتش ده في اتش، هم اللي فضلوا في الانسر. ساعات يجي يقول لي فايند في اوف 2 وساعات لا، بس المهم ان انا عملت كده. طيب الستيب اللي بعد كده هجيب حاجه اسمها ايه؟ افريج ريت اوف تشينج. طيب الافريج ريت اوف تشينج الرول بتاعته بتقول ايه؟ بتقول اعمل في اوف اتش ديفايدد اتش. يبقى الرول بتاعته بتقول كده في اوف اتش ديفايدد اتش. طب الافريج ريت اوف تشينج نفسه بيرمزوا له بايه؟ بيرمزوا له بحاجه اسمها اي اوف اتش. الرول بتاعته في اوف اتش اوفر اتش. يعني بمعنى صح ال V of H اللي انت لسه جايبها ده اهي اللي هي الاجابه دي اعملها divided H. طيب انا لو خدت ده عملته divided H ايه اللي هيحصل؟ اهو 2XH plus H بار 2 plus 2H، لو عملتهم كلهم divided H ايه اللي هيحصل؟ هلاقي همسك اول واحد ده اعمله divided H هتفضل لي 2X. طب تاني واحد ده لو عملته divided H هتفضل لي H. طب تالت واحد ده لو عملته لغايه اتش هتفضل لي 2. يبقى دي الاجابه بتاعت الافريج ريت اوف تشينج. طيب برضه الافريج ريت اوف تشينج طالما في اكس واتش ممكن معاك برضه بالاكس والاتش دول تاني اهو،
يبقى اقول له 2 بدل الاكس هات 10 بدل الاتش هات 2 بلس 2، يعني نظام رولز وبعض كده 20 بلس هيطلع 24. اخر حاجه بقى مطلوبه مني اللي هي ريت اوف تشينج. طيب ريت اوف تشينج ملوش رمز، بس الرول بتاعته بتقول ايه؟ بتقول هات الليمت، هات الليمت لاي اوف اتش وين اتش تنس تو زيرو. طب فين اي اوف اتش؟ اي اوف اتش هو لسه مطلع اجابته ايه؟ نجيب له الليمت، يعني نجيب له الليمت وين اتش تنس تو زيرو، يعني معناها ايه؟ يعني معناها نعوض عن كل ايه؟ يعني كده الليمت ب 2x بلس اتش بلس 2 وين اتش تنس تو زيرو. من الاخر نعوض عن كل اتش بزيرو، نعوض عن كل اتش بزيرو. طب انا ما عنديش الا الاتش دي هي اللي عوض عنها بزيرو، يبقى يفضل لي 2x والاتش دي بزيرو خلاص اتشالت بلس 2. يبقى انا كده جبت الايه؟ الريت اوف تشينج. طب هو بيقول لي اد اكس ايكوال 10، نعوض عن الاكس ب 10 اهو، يبقى 2 تايمز 10 بلس 2. يعني هي الستبس بتاعتها كتيره بس سهله. اقولها تاني، فكره المساله تاني ايه؟ ان انا الفانكشن الاصلي عندي بجيب انا حاجه اسمها اف اوف اكس بلس اتش، اشيل كل اكس واقعد عن الاكس بلس اتش وابتدي افك. افك ازاي؟ يعني ده بعمله ايه؟ الاولاني باور 2 الثاني باور 2 الاول تايمز الثاني تايمز 2، وهنا ال 2 بتخش في تايمز الاكس وتايمز الاتش. طيب بعد كده، بعد كده بعمل ايه؟ بجيب حاجه اسمها فاريشن فانكشن اللي هي دي اوف اتش. دي اوف اتش بيعمل ايه؟ الرول بتاعتها بيقول لك اعمل اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس، يعني اعمل الانسر دي اللي هي كام ترم بقى؟ 1 2 3 4 5 6، اعملها ماينس اف اوف اكس اللي هي الانسر اللي فوق دي. طب ما انا لو عملت دي ماينس دي اللايك تيرمز هيضيعوا، يعني اكس بار 2 هيضيع مع اكس بار 2، ال 2 اكس هتضيع مع 2 اكس، ال 3 هتضيع مع 3، هتفضل لي الثلاثه دول 2 اكس اتش و اتش بار 2 و 2 اتش، هم دول هتفضل. يجي بعد كده الافريج ريت اوف تشينج. الافريج ريت القانون بتاعه بيقول ايه؟ الفي اتش اللي انت وصلت لها اخر حاجه دي خدها اعملها ديفايدد اتش. طب انا لما اعملها ديفايدد اتش كل واحد من دول هتعمل ديفايد اتش هلاقي ايه؟ ده طلع 2 اكس وده طلع اتش وده طلع 2. اخر حاجه الريت اوف تشينج. الريت اوف تشينج من الاخر يعني كاننا بنعوض عن الاتش بزيرو. الريت اوف تشينج بيقول لي ليميت وين اتش تند تو زيرو، اخر حاجه انا وصلت لها اعوض عن الاتش بزيرو، يبقى يطلع 2 اكس بلس 2. فهي الستبس بتاعتها كتيره بس ايه؟ بس سهله لانها محفوظه يعني. طب مسألة تانية كده فهمنا برضو الموضوع أكتر، نفس القصة أغير بس تغييرات بسيطة، أقول مثلا أخلي دي إكس بار 2 ماينس 3 إكس، فاين ذا افريج ريت اوف تشينج مثلا. وساعات يجيب لي إيه أرقام صغيرة، يعني يقول لي مثلا فروم 2 تو 1.8 1.8، يعني حاجه كان طولها 2 وقلت بقى بقت 1.8. وبعدين يقول لي ايه؟ دايما يقول لي find the rate of change at x equal to، اللي هي الايه؟ البدايه، بدايه الحاجه. طيب يعني احنا اتفقنا ده كان مثلا كان رد زي ده خلاص طوله 2 وانكمش بقى 1.8. طيب فانا هبتدي برضه اطبق الايه؟ الستبس بتاعتي واحده واحده، هكتبهم بقى بس من غير رولز يعني عشان ايه؟ نحلها اسرع او نحلها ايه؟ عشان بس ما تويش فيها. انا دلوقتي عندي الاكس هي البدايه، يعني القضيب ده او الرد ده كان طوله 2 تمام؟ او سيخ حديد مثلا او قضيب من الحديد او كان طوله 2، لما برد انكمش بقى طوله كام؟ بقى طوله 1.8. يعني واحد يقول لي ارد. طيب وممكن يكون كان حاجه الاريا بتاعتها 2 وبعدين ايه زي ما احنا بنقول كشت او انكمشت بقى طولها 1 بقت الاريا بتاعتها 1.8. المهم يعني
فكده معنى، لا ثانية واحدة، هي كانت 2 دلوقتي بقت 1.8، يعني معنى كده ان هي نقصت. نقصت يعني الاتش دي بالنيجاتيف، يعني الاتش دي بترمز للزياده او النقص. نقصت كام بقى؟ انا لو عملت دول ماينس بعض هيديني 0.2، هي نقصت 0.2 كده. هتلخبط فيها، ممكن اعمل الطول الجديد ماينس الطول القديم هيطلع لي برضه 0.2، وهي باينه ان هي نقصت، كان طولها 2 بقت 1.8. طيب خلي دول على جنب عشان انا بنعوض بيهم في كل الايه مثلا. اول حاجه انا هكتب قدامي اف اوف اكس تاني. تاني حاجه هجيب اف اوف اكس بلس اتش، شيل كل اتش واكتب بدالها اكس بلس اتش. انا ممكن افك دي، افكها ازاي؟ بعمل الاولاني بار 2، بعمل الثاني بار 2، بعمل فيرست تايم سكند تايم 2 هيديني 2 اكس اتش. طب هنا النيجاتيف 3 هكوش تايمز ده وتايمز ده هتديني نيجاتيف 3 اكس، نيجاتيف 3 اتش. كده احنا جبنا اف اوف اكس بلس اتش. هنجيب بعد كده حاجه اسمها فاريشن فانكشن. فاريشن، الفاريشن رمزه ايه؟ في اوف اتش. القانون بتاعه بيقول ايه؟ بيقول اعمل لي دي ماينس دي. تمام، هكتب برضه قانون تاني مش مشكله اهو، ماينس اف اوف اكس. يعني من الاخر اعمل لي الانسر اللي طلعت دي ماينس الانسر دي. طب ما انا لو عملتهم ماينس بعض اكيد يعني الاكس بار 2 هتروح مع الاكس بار 2، النيجاتيف 3 اكس هتروح مع النيجاتيف 3 اكس، فتفضل الترمات اللي فيها اتش. انا اتفضل لي كده 2 اكس اتش بلس اتش بار 2 ماينس 3 اتش. نبتدي نقوم معوضين بايه؟ انا عندي الاكس هي 2 والاتش بنيجاتيف 0.2، معوض اهو مكتبين كده اهو 2 بدل الاكس نكتب 2 بدل الاتش نكتب 0.2 بلس الاتش اللي هي نيجاتيف 0.2 بار 2 ماينس 3 في الاتش اللي هي بكام؟ الاتش اللي هي برضه بنيجاتيف 0.2، واطلع الاجابه بتاعتي وخلاص. كالكوليتر ده بالنسبه للفاريشن دي. طيب بعد كده افريج ريت، الافريج ريت اوف تشينج بيرمزوا له بايه؟ بايه اوف اتش. الافريج ريت اوف تشينج بيقول لي ايه؟ القانون بتاعه بيقول لي خد الفي اوف اتش اعملها ديفايد اتش. طب هي فين الفي اوف اتش؟ اهي الفي اوف اتش اللي انا كنت جايبها قبل ما اعوض، وده اعملها ديفايدد اتش. حاضر، 2 اكس اتش بلس اتش بار 2 ماينس 3 اتش اعملها ديفايدد اتش. انا لو عملتها ديفايدد اتش ايه اللي هيحصل؟ 2 اكس اتش لو عملتها ديفايدد اتش هيديني 2 اكس، لو عملت اتش بار 2 ديفايدد اتش هيديني اتش، لو عملت 3 اتش ديفايدد اتش هيديني نيجاتيف 3. كده جبنا الافريج اوف تشينج. بعد ما اخلص برضه واجيبه اقوم معوض عن الاكس بكام؟ معوض عن الاكس ب 2 وعن الاتش بكام؟ 0.2. الاتش 0.2 نيجاتيف 0.2 ماينس 3، واطلع الانسر في الكالكوليتر. اخر واحد اللي هو ريت اوف تشينج. الريت اوف تشينج ملوش ايه؟ ملوش رمز، ملوش رمز. بيقول لك ايه بقى؟ حط ليميت لما اتش مش اكس بقى تند تو زيرو لمين؟ للاي اوف اتش. يعني بمعنى صح هتدخل ليميت على اخر حاجه وصلنا لها اللي هي دي، اللي هي قبل ما اعوض. ليميت 2 اكس بلس اتش ماينس 3 لما اتش تند تو زيرو. طب احنا عارفين في مسائل الليميت ان انا بشيل الاتش واعوضها على زيرو. طب لو شلت الاتش وعوضتها على زيرو خلاص دي ضاعت. الاتش دي ضاعت، يعني بقت المساله 2x ماينس 3 ده الريت اوف تشين. طب هيقوم قايل لي اد اتش ايكوال 2، اقعد على كل اتش 2 يبقى 2 تايمز 2 ماينس 3 تطلع الانسر 1. تطلع الانسر 1. جميع المسائل هتمشي بنفس المنظر ما عدا بعض المسائل فيها بس ايه تريكات. حليتها تمام كل حاجه، بس هاجي هنا احط في الافريج ريت. احنا طلعنا ايه؟ طلعناها ب 2x بلس اتش ماينس 5، كان لازم اعوض عن الاكس بكام؟
هو قال لي كان طولها 3 وبعدين بقى طولها 3.4، يبقى الاتش الطول او نيو لينث ماينس اولد لينث هيطلع الاتش بكام؟ 0.4. ده انا لازم اقعد على الاتش هنا، الاتش هنا ب 3 والاتش ب 0.4 ماينس 5 واطلع الانسر. هتقوم طالع لي الانسر كام؟ 1.4. لما اجي بقى في خطوه الريت اوف تشينج، الريت اوف تشينج من الاخر بعض على الاتش ب 0، فالاتش دي هتمشي فهيبقى 2x ماينس 5، وبناء عليها هتلاقي اختلاف في الانسر. يعني هتلاقي ايه؟ 2 تايم 3 ماينس 5، هتلاقي الاجابه طلعت 1. هتلاقي الفرق بينهم دايما حاجه بسيطه اللي هي الاتش، يعني هتلاقي الفرق بينهم دايما الاتش اللي هي 0.4، الاتش اللي هي 0.4. يبتدي بقى يجيب لي فيها تريكات كده. if f of x equal x power 3، برضه ممكن يقول لي find the rate of change، ممكن يقول لي find the variation، ممكن يقول لي كذا، الحاجات دي كلها. بس غالبا بيطلب rate of change، find the rate of change at x equal 8. فانا هقوم اعمل ايه؟ همشي الستبس بتاعتي عادي. اول حاجه f of x اللي هي x power 3. تاني ستيب اللي هي f of x plus h، هتشيل ال x ونحط بدالها x plus h. بس هيظهر لنا هنا مشكله بقى، ان انا مش هعرف افك الباور 3. ان شاء الله في ثالثه ثانوي لو انت مكملها علمي هناخد بقى ايه، ان انا ازاي افك دي، حاجه اسمها باينوميال ثيرم دي في الثانويه العامه. طيب ولكن الى الان احنا ما عندناش فكتها، وممكن افكها x بلس h قلت ذا بار 2 تايمز x بلس h وهكذا، بس مش مشكله انا مش هفكها، سيبها كده. طيب هاجي اجيب الريت اوف الفاريشن اللي هو في اوف اتش. الفاريشن المفروض بعمل دي ماينس دي، مش هعرف اعملهم ماينس، هسيبهم كده اقول له دي ماينس دي بس، مش هعرف اعملهم ماينس هنا ما فكتش دي والريت. طيب هاجي بقى في الايه؟ في الافريج ريت برضو المفروض اعمل ديفايد اتش، مش هعرف اعمل ديفايد اتش. طب يعني ايه هنفضل سايبين المساله كده ما بنعملش فيها اي حاجه؟ لا، هتيجي بقى في اخر الشغل، في اخر ستيب، اخر ستيب باخد المساله بتاعتي اوفر اتش. اخر ستيب اقوم عامل ايه بقى؟ انت عايز ريت اوف تشينج. ريت اوف تشينج القانون بتاعي بيقول ايه؟ بيقول ليميت when h tends to 0 من افريج ريت اوف تشينج. يعني انت قلبت بقى مساله ليميت من اللي كنا بناخدها في الترم الاول. كان المساله دي جايه لي كده ليميت وبيقول لي احبها. لو نفتكر مع بعض كنا بنعمل ايه في المساله دي؟ كنا بنعمل عليها تعديل بسيط جدا. بنعمل لها كده. بنحولها للو اوف ليميت. ازاي؟ لما بنيجي على الاتش اللي تحت دي ونقوم مزودين اكس من هنا وننقص اكس من هنا. نزود اكس من هنا وننقص اكس من هنا. طب بالنسبه للباورز، اكس بلس اتش دي المفروض اول تو ذا باور 1، والاكس دي اول تو ذا باور 1. يبقى انا كده ما عملتش حاجه في المساله، انا عملت تعديل بسيط بس على شكلها، لكن انا ما بوظتش المساله على حاجه. ليه؟ لان انا الاتش زودت عليها اكس من هنا ونقصت اكس من هنا، فدي ما فيهاش مشكله. وحطيت باور 1 باور 1. يعني واحد قال لي انت بوظت المساله، اقول له لا، انا عدلت تعديل بس في شكلها مش هتبقى شكل اللو. ليه بقى؟ اللو بيقول لي لازم الاولاني يكون شكل الاولاني، الثاني شكل الثاني، الباورز فوق شكل بعضها، الباورز تحت شكل بعضها. في الحاله دي من حقك ان انت تطلع الانسر. تطلع الانسر منين؟ من بعد الماينس. ازاي؟ بتعمل 3 اوفر 1 باور ديفايد بار، وبعدين بتاخد اكس واحده اهو، وتعمل ماينس للباورز، فيديك اكس بار 2. طب ما 3 ديفايدد 1 كانت 3 اكس بار 2، يبقى انا كده جبت الريت اوف تشينج. طب هو بيقول لي بقى اد اكس ايكوال 8، خلاص نعوض بس انا نخليها ايه؟ خليها اد اكس ايكوال 2 رقم صغير كده. نعوض بس، يبقى 3 تايمز 2 بار 2، يبقى انا لازم اطلع 3 اوف تشينج.
اجابتي فيها اكسنت كده وبعدين اعوض، ما ينفعش اعوض مباشره. تكون طالعه الاجابه يعني الشغل كله في المسائل دي في اخر ستيب. واحده ثانيه اقول اف اوف اكس ايكوال روت اكس مثلا او سكوير روت اكس. طب جاي نعمل فيها ايه؟ نفس القصه. وبرضه ممكن يقول لي اد اكس ايكوال مثلا 63. بسيطه جدا. انا هبتدي اعمل ايه؟ اف اوف اكس اللي هي روت اكس، بس دي بقى لازم نعمل فيها تعديل شويه. تعديل شويه ازاي؟ احنا عارفين ان السكوير روت اكس هو عباره عن اكس باور هاف. سكوير روت اكس عباره عن اكس باور هاف، يعني لازم احولها لباور. طيب هنبتدي نطبق عليها بقى الرولز بتاعتي. اف اوف اكس بلس اتش، يعني شيل الاكس وحط بداله اكس بلس اتش، يبقى اكس بلس اتش اوف تو ذا باور هاف. بي اوف اتش يعني اعمل ده ماينس ده، مش هينفع يتعملوا ماينس بعض. بي اوف اتش يعني خد ده اعمله ديفايد اتش. الريت اوف تشينج بيقول لي حط قبل ده ايه ليميت، هما كلهم جايين من بعض اهو. طيب ابتدي انا اعمل ايه بقى؟ اوفر اتش. كل ما عليا انا عايز اخلي اللي تحت ده شكل اللي فوق، برضه نفس القصه. نقوم مزودين اكس من هنا وننقص اكس من هنا. كده احنا ما عملناش حاجه، طالما زودت حاجه ونقصتها خلاص مفيش مشكله. هنا ده يعتبر كانه باور 1 والاكس دي باور 1. الرول بتاع الليمت بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو الاولاني شكل الاولاني، يعني ده اكس بلس اتش وده اكس بلس اتش، الثاني شكل الثاني، يعني ده اكس وده اكس، الباورز فوق شكل بعضها، الباورز تحت شكل بعضها، تقدر تطلع الانسر من هنا. تطلع الانسر ازاي يا سيدي؟ قال لك تعمل الباور ديفايدد الباور، يعني تعمل الهاف ديفايدد الواحد، وبعدين تاخد اكس واحده وتعمل ماينس للباورز، هاف ماينس واحد. طب ده هيطلع لي ايه بقى؟ هاف ديفايدد 1 ايكوال هاف، ودي هتبقى اكس باور نيجاتيف باور. انا ممكن اسيب المساله على كده وممكن اعدل شكلها اكتر ازاي؟ اقول له ايه؟ اقول له اكس باور نيجاتيف هاف دي لو انا عايزها تبقى بوزيتيف بنزلها تحت في الدينومينيتور في الاكس باور هاف. عايزها تبقى بوزيتيف بنزلها تحت في الدينومينيتور في الاكس باور هاف. طيب واكس باور هاف اصلا اللي هي روت اكس، يعني دي بقى كانها 1 اوفر 2 اكس باور هاف. حتى انا في الاول المساله عملتها اكس باور هاف اللي هي روت اكس، في اخر المساله رجعها لاصلها، يعني هرجعها تاني روت اكس. قال لي بقى اكس ايكوال 16 مع اهو، يبقى 1 اوفر 2 روت 16، واطلع الاجابه على الكالكوليتور تطلع 1 اوفر 8. 1 اوفر 8.